السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للصفحة 140 والصفحة 141 من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. سنتطرق للنص الشعري ولحصة الخط والإملاء. هاتين الحصتين تندرجان ضمن الأسبوع الأول من الوحدة السادسة، مجال الحفلات والأعياد. ألاحظ وأكتب، إذا نلاحظ ونكتب، إذا لكن لاحظوا معايا كلمة لكن. هناك ألف ننطقها ولا نكتبها، إذا غدربوا عليها مزيان، لأن هاد لكن كنطقوا واحد الألف بعد اللام ولكن لا نكتبها. تذكروا جيدا، لكن كالعادة نكتب مع احترام مقاييس الحروف. سوى سوى أحب مشاهدة التبوريضة ولكنني أخاف طلق البارود. أحب مشاهدة تبوريضتي الإملاء. أتدرب أملأ الفراغ بالحرف المناسب، إذن أسوي المصورة وألتقط مشاهد الفروسية. إذن أسوي حرف السين، أنا أقول أصوي، أسوي المصورة وألتقط مشاهد الفروسية. حرف الذال أو الضاد، ما أجمل ضفيرة الفرس هذه. إذن ضفيرة حرف الضاد هذه، ما أجمل ضفيرة الفرس هذه. زيارة المعرض مفيدة ومسلية، زيارة المعرض مفيدة ومسلية. حرف الهاء أو حرف التاء المربوطة، حادث سلوى نسيناه بسرعة. السؤال الأخير، أتذكر وأكتب الفقرة الأخيرة من الحكاية، حكاية في معرض الفرس. إذن جاء في الفقرة الأخيرة من حكاية في معرض الفرس، هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت إنه حلم ممتع ومفيد، فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها. إذن هذا نداء أيقظ سلوى من منامها أو من نومها، عفوا من نومها العميق وقالت إنه حلم ممتع ومفيد، فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها.
إذن هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت إنه حلم ممتع ومفيد، فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها. ننتقل لحصة النشيد. النشيد أو النص الشعري بعنوان نزهة، نقرأ: موسم الزهر تجلى يملأ الجو شباه، فإذا الروض بهي ينعش النفس هواه، رفرف الطير وغنى أيقظ الناس غناه، ها هو الفصل ربيع يغمر الكون بهاه، فهنا يمتد ظل وهنا تجري مياه، وهنا يركض مهر وهنا تثغو شياه، طلع اليوم فهيا فالمدى خضر، إنما النزهة تحلو حيث يغري ما تراه. لإسماعيل زويرق. إذا المعجم المساعد: تجلى بمعنى ظهر، شذاه طيبه، يغمر يملأ، مهر صغير الحصان، يغري يعجب. إذا بماذا يمتلئ الجو في الربيع؟ بماذا يمتلئ الجو في الربيع؟ يمتلئ الجو في الربيع بشذا الزهر، بشذا الزهر، يمتلئ الجو في الربيع بشذا الزهر. السؤال الثاني: أعيد قراءة البيت الذي يتكلم عن الحيوانات في الربيع. إذا البيت الذي يتكلم عن الحيوانات في الربيع هو البيت السادس، البيت السادس: وهنا يركض مهر وهنا تثغو شياه، وهنا يركض مهر وهنا تثغو شياه. البيت الذي يتكلم عن الحيوانات في الربيع هو البيت السادس: وهنا يركض مهر وهنا تثغو شياه. السؤال الأخير: ما هو البيت الذي يتكلم عن النزهة في الربيع؟ إذا البيت الذي يتكلم عن النزهة في الربيع هو البيت الأخير: إنما النزهة تحلو حيث يغري ما تراه، إنما النزهة تحلو حيث يغري ما تراه. البيت الذي يتكلم عن النزهة في الربيع هو البيت الأخير: إنما النزهة تحلو حيث يغري ما تراه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو سأقرأ عليكم قراءة أخيرة لهذا النص الشعري. نزهة: موسم الزهر تجلى يملأ الجو شذاه، فإذا الروض بهي ينعش النفس هواه، رفرف الطير وغنى أيقظ الناس غناه، ها هو الفصل ربيع يغمر الكون بهاه، فهنا يمتد ظل وهنا تجري مياه، وهنا يركض مهر وهنا تثغو شياه، طلع اليوم فهيا فالمدى خضر رباه، إنما النزهة تحلو حيث يغري ما تراه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.